صلاح ابراهيم في ادنس هنا اسمها دور فاكتوري، بيديني بعض الخصائص ان انا اعمل باب بخصائص اللي عايزها. باجي هنا بقول له انا عايز اختار مثلا باب اساسي، او عايز اختار كرتن بدل دور، اشتغل بالمتريك ولا اشتغل بالامبريال. تمام، بعد كده بقول له كونتينيو، بيقول لي طب انت عايز الباب دوت ولا دوت ولا انهي شكل من الاشكال. تمام، في اختيارات اكتر بس دي في النسخة اللي هي البروفيشنال. طيب ديت تختار مثلا الفاميلي وايد سيتنج بتاعتك. تمام، تقدر تحدد المسافات بتاعتها، البانل بتاعتها، يعني كأنك انت بتعمل فاميلي بس بدل ما بتقعد تظبط برامتر وحاجات كتيرة، لا هي جاهزة. تقدر تصرف البانل، نوع الماتيريال اللي فيه ايه، الهاندل نفسها هتاخد انهي شكل. تمام، دي نسخة لايت، نسخة بسيطة بس برضو فيها امكانيات كويسة جدا زي ما انت شايف. تمام، النسخة البروفيشنال فيها طبعا كل الامكانيات اللي هنا موجودة مفتوحة، مجرد ان انت تقول له اوكي خلاص هو بيبدأ يعمل لك الفاميلي دي، بتبقى موجودة معاك في قلب المشروع. نيم هتبدأ تسميها وتقول له اعمل لي الباب ديت. فزي ما شايف الموضوع سهل وبسيط، مجرد تختار الحاجة اللي انت عايزها تلاقي الفاميلي اتعملت معاك.